رمضان أنا بشعر فيه بالغربة حالياً. الألفية الثالثة رمضان أصبح لنا محاولات لشد الماضي والتمسك بالامتلاء المفقود. الوالد معبي السيارة يعني، بس مش معبي السيارة زي أيامنا هاي بمطر، لا ولا طابشها، بدل ما يجيب جاجة كان جايب جاجتين. كان يضرب المدفع اللي فوق، يضرب إمتى بهالساعة هاي، فإحنا نلخبط بينه وبين أي ضربة تيجي مثلاً. قصف إسرائيلي لمرتفعات السلط، كان في رادارات جيشنا الباشر هنا، فعشان نستناهم نتأكد يقولي تبع المدفع انت ولا المدفع اللي هناك. انا احمل صحن يا زلم من دوار الثالث مش انا ودي لك خالتي مشان اشرب صوف. بالثمانينات رغم التحولات البسيطة الاقتصادية كذا بقيت فعلا حقيقة انه يعني الجو الرمضاني جو سلام وهدوء، جو مصالحة. عمري ما كنت اشوف احد ينام من رمضان للساعة 4 بعد الظهر او يكملوا في المسلسلات. كيف كنا نطلع 7:30 على مدارسنا برمضان؟ والله ما بعرف. شوف مثلاً هذا مستعجل مع أنه هاي راح يوقف قدام. أعتقد لا رمضان بينفعنا إذا ما عدنا إلى على قد لحافك، مد إجريك وساعد أخوك الفقير بأن واحد حتى سعرنا امتلاء ثقافي. إذا ما صار امتلاء ثقافي واجتماعي لن تعود كرياتنا الجميلة.